بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف: ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون: ما فيها أحد إلا حمارا، وبلغتهم جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، لأن الخافض له من الزائدة. واتباع الظن معرفة موجبة ومن الزائدة، لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وإذا الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ونحن أخذنا الصورة الثانية وهو أن يكون الأسلوب تاما منفيا، فيجوز في المستثنى منه المتصل وجهان: النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، والإتباع أرجح. هدف إيش؟ في الاستثناء المتصل. أما إذا كان الاستثناء منقطعان والحالة أن الأسلوب تام منفي، والاستثناء منقطع أي أن المستثنى غير داخل في المستثنى منه، قال فيها: فأهل الحجاز يوجبون النصب فقط. فقوله ما فيها أحد إلا حمارا منصوب على الاستثناء فقط، لأنه استثناء منقطع أي غير داخل في المستثنى منه. وبلغة أهل الحجاز وبلغتهم، بلغة نزل القرآن الكريم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأنا أتذكر أني فرقت بين العلم والظن، وأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والظن راجحا، والشك والوهم. وأيضا تطرقنا إلى تعريف الجهل والنسيان والسهو، وهنا الظن غير داخل في العلم، ولذلك اعتبر من نوع الاستثناء المنقطع. وهنا شو قال؟ اتباع، قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أنا منصوب على الاستثناء، وجه واحد عند من؟ عند أهل الحجاز، وجه واحد. وبنو تميم يجيزون فيه الوجهان،
اللذان سبقا في الوجه الأول المتصل، وهما النصب على البدلية والإتباع. وبهم قال إلا اتباع الظن، جت هنا مرفوعة وفي القراءة الأولى منصوبة، وهذه جاءت على قراءة على لغة من؟ على لغة بني تميم، أي يجيزون فيه الإتباع. يبقى كلمة اتباع الظن بدلا من 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 مما من العلم. ما لهم، هذه استفهامية والنافية نافية، ما لهم، ولهم جار ومجرور خبر مقدم، ومن حرف جر صلة بمعنى زائدة، وعلم مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. ولما جاء الاتباع، الاتباع من اللفظ ولا من المعنى؟ مو والله من المحل، من اللفظ، من 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 المحل، لان اللفظ مجرور بمن الزائدة، على انه بدل من العلم باعتبار الموضع. شنو يقصد بالموضع؟ المحل، كيف نقول عليه بدل على لغة بني تميم، وهو من النوع المنقطع، والاسلوب منفي لان ما نافيه، وتام لان المستثنى منه مذكور وهو علم، ماشي به من العلم، ولا يجوز ان يقرا بالخفض مراعاه للمحل. شكل الشيخ على البدل منه باعتبار اللفظ، لان الخافض له من الزائده، من الزائدة. ونحن نعرف أن حروف الجر كما سيأتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف جر، جر أصلي وله ثلاث أنه يعمل وأنه يتعلق وله معنى، هذا حرف الجر الأصلي، له متعلق يتعلق به، وله معنى. نقول مثلا الابتدائية، السببية، الظرفية، الاستعلاء، الملكية، شبه الملك، الملكية، شبه الملك، إلى آخره. هذه معاني حروف الجر، وله معنى وله عمل، أي يعمل، هذا الحرف الجر الأصلي. والحرف الجر الشبيه بالأصلي له معنى وله عمل وليس له متعلق. تقول رب رجل، رب حرف جر شبيه بالزائد، له معنى وهو الدلالة على التقليل، وله عمل وهو الجر، ولكن لا يتعلق، ليس له متعلق، لأن المجرور في محل رفع مبتدا في هذا المثال، ليس له متعلق. هذا شو سميناه؟ شبيه بالزائد. وأما الزائد فله عمل وليس له معنى وليس له متعلق. تقول ما هو معناها التأكيد؟ مش قلنا احنا مرة أن كل الزوائد تعتبر تفيد التأكيد، وأن هذا معنى عام غير خاص بحرف الجر ولا غيره من حروف الجر. يبقى إذن هنا زائدة، وبما أنها زائدة يعني الراعي في المعطوف عليه قد يراعى فيه اللفظ وقد يراعى فيه المحل، جائز فيه الرفع وجائز فيه المحل، ولكن لم يقرأ بالخفض مراعاة لللفظ. بالنسبة للغة جائز أن يراعى فيه اللفظ وجائز أن يراعى فيه المحل، لكن هنا في هذه الآية لا يجوز. ترى ليش؟ لأن من إذا وقعت في سياق النفي لابد أن يكون مجرورها نكرة. قالت هنا من علم النكرة ولا مش نكرة؟ نكرة. ولو درنا اتباع الظن بدل من علم، مش كأنه مجرور بمن ولا لا؟ وبما أنه مجرور بمن ومن، هنا كأنها عملت في المعارف وهي لا تعمل في المعارف. إذا هنا امتنع الجر ولا ما امتنعش؟ هي في القراءة لم يقرأ بها، وأيضا في اللغة لا يجوز. ليش؟ علما بأنه العطف على الموضع وعلى
وعلى اللفظ جائز، لكن هنا ممنوع. شو سبب المنع؟ نقول ما لم يقرأ به ماشي الحال، لكن من علة لغوية شو معناها أو نحوية؟ قال لأن من الزائدة إذا وقعت في سياق النفي فلا بد أن يكون المجرور نكرة. توعيل نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة. كويس باهي. ولو بنديروا اتباع الظن، اتباع الظن مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة، يبقى كأنه صار مجرور بمن ولا لا؟ لأن البدل في موضع المبدل منه، كأنك قلت ما لهم به من اتباع الظن، مش هيك معناها ولا لا؟ وبذلك تدخل من على المعرفة وهي لا تعمل في المعارف. إذا تعذر الجر على اللفظ ولا لا؟ تعذر الجر على اللفظ. واضحة ولا مش واضحة؟ ولا نزيد نوضح فيها شوية؟ مرة ثانية، أن من إذا وقعت في سياق النفي فهي دالة على الاستغراق ومؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي ودالة على الاستغراق، ولا بد أن يكون المجرور بها شنو؟ نكرة. تو هنا من علم النكرة ولا مش نكرة؟ ولو أعربنا اتباع الظن نعرب على أنه بدل من علم، بيكون مجرور بمن ولا لا؟ ومن هنا جرت المعارف ولا ما جرتش المعارف؟ هنا لو عدناه بدل صبح المجرور بها معرفة، وهي لا تدخل على المعرفة في هذا السياق وما يشبهه. إذن هل تعذر مراعاة اللفظ من حيث أنه لا يجوز مطلقا ولا في هذه الصورة وما يشبهها؟ في هذه الصورة وما يشبهها. ما ومن زائدة لا تعمل إلا في النكرات. أين النكرات؟ وبعدين الشيخ قال معرفة موجبة صح ولا لا؟ معرفة عرفناها لأن اتباع مضاف، ولا الظن صارت معرفة ولا مش معرفة؟ ها؟ والمستثنى من المنفي متبث، صارت موجبة ولا مش موجبة؟ باهي. وهي وش تعمل؟ تعمل في النكرات المنفية. صار يبقى عندها مخالفتان، أنها أصبح مجرورها معرفة وأنه موجب، معناها موش في النفي، وهي لا تعمل إلا في النكرات المنفية. يبقى كلمة معرفة موجبة، عرفت شو معناها؟ معرفة أنه مضاف ومضاف إليه، وموجبة شو معناها؟ ما لهم به من علم نفي العلم وإثبات اتباع الظن ولا لا؟ صار هنا موجب ولا مش موجب؟ يبقى هي ولا تعمل في الموجب، وهذا قول الشارع معرفة موجبة. ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات، شوف المنفية شك ولا لا؟ أو المستفهم عنها، بشرط أن يكون الاستفهام إنكاري، كانكم تتذكروا في المرة الأولانية. ما وقد اجتمع في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا نفي ولا مش نفي؟ ومن هنا زائد ولا مش زائدة؟ والمجرور نكرة ولا مش نكرة؟ وواقع في سياق النفي ولا مش واقع في سياق النفي؟ توفرت فيها الشروط. شنو هي؟ منفية، نكرة. فارجع البصر، هل هذا استفهام ولا مش استفهام؟ هل ترى من فطور؟ وين الشاهد؟ من فطور، منها لا زائدة وفطور مجرور. هل توفرت فيه الشروط؟ نعم. وقع في سياق النفي، تقول لي وقع في سياق الاستفهام، يقول لك هذا استفهام إنكاري، استفهام، والاستفهام إنكاري نفي. شو يعتبر؟ كأنه قال لا ترى من فطور، لكن جاب في صورة الاستفهام وقلنا لي التقرير. يبقى إذا كان الأسلوب تاما منفيا والمستثنى منقطع، فإنه عند الحجازيين يكون منصوبا على الاستثناء، وعند بني تميم يجوز فيه النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، والإتباع على البدلية، وبهما باللغتين نزل القرآن الكريم.
لغة بني تميم ولغة أيضا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم. باهي، قال هنا وإذا تقدم المستثنى مع إلا، طبعا مع إلا على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا. الإطلاق من أي ناحية؟ سواء كان متصلا أو، والحالة أن الأسلوب تاما فيه. يبقى إحنا خدينا شروط منها ولا لا؟ شو قال؟ وإذا تقدم المستثنى مع إلا على المستثنى منه وجب نصبه، نصب ماذا؟ المستثنى مطلقا. شو معناها؟ سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، أو قال سواء كان الاستثناء منقطعا، وجاب لها فيها مثال ما فيها إلا حمارا أحد. أين المستثنى؟ حمار. أين المستثنى منه؟ أحد. تقدم المستثنى ولا ما تقدمش؟ مع إلا ولا بدون إلا؟ مع إلا. وأصل الكلام كيف؟ ما فيها أحد. أيوة، شوف قال هنايا وجوب النصب على الاستثناء، لو أخرت يجوز فيه، عند من يجوز فيه؟ عند بني تميم، ولكن عند الحجازيين لا يجوز فيه إلا النصب. أو متصلا ما قام القوم، ما قام إلا زيدا القوم. أصل الكلام شنو؟ ما قام القوم إلا به. الأسلوب شنو؟ تام منفي. شو معنى تام؟ المستثنى منه مذكور ومنفي فيه أداة النفي. والمستثنى منه متصل ولا منقطع؟ متصل. هذا يجوز فيه وجهان إذا لم يتقدم، أما إذا تقدم فوجب فيه سواء كان متصلا أو. هذه فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. نعم، وجبنا لها مثال اللي هو قول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة. أين الشاهد؟ إلا آل أحمد شيعة. باهي، على ما استشهد به على وجوب نصب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه سواء كان متصلا أو منقطعا. وأصل المثال كيف كان؟ وما لي شيعة إلا آل أحمد. هذا في المثال أصلا، يعني هو في غير الشاهد، لو رتبنا على هذه الصورة جائز فيه الرفع وجائز فيه الإتباع وجائز فيه النصب على البدلية، لكن لما تقدم وجب فيه النصب. وما لي، هذه الما نافية، ولي خبر مقدم، وشيعة اللي جاية في آخر البيت هي المبتدأ، مش للبيت الواو دي أحس ما قبلها. باهي، ما نافية، لي يا جار مجرور في محل رفع خبر مقدم، وشيعة اللي جاية في آخر الشطر الأول هذه إعرابها مبتدأ مؤخر، إلا أداة استثناء، وآل أحمد منصوب على الاستثناء، وجب فيه النصب والله يجوز فيه الوجهان. النصب لماذا؟ هو هذا متصل ولا متصل ولا منقطع؟ متصل. وما لي، وكذلك في الشطر الثاني، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أين محل الشاهد؟ إلا مذهب الحق، جاء منصوب وجوبا على الاستثناء
ليش السبب؟ لتقدمه على المستثنى منه. وين المستثنى منه؟ مذهب. وكيف كان الأصل؟ وما لي مذهب إلا مذهب أو مذهب، لكن يجوز فيها الاثنين. أيوة، قال وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. واضح الصورة فيها؟ نعم سيدي. وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، وإن كان الكلام السابق على إن الصورة الثانية الثالثة. الصورة الأولى إذا كان الكلام تام موجب، تام موجب، وعرفنا أنه منصوب على الاستثناء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهذاك ما فيش فرق ما بين المتصل والمنقطع. الصورة الثانية تام منفي، وهنا إما أن يكون متصلا وإما أن يكون، أما إذا كان متصلا فيجوز فيه وجهان: النصب على الاستثناء والإتباع. شو معنى الإتباع؟ المستثنى منه إذا كان مرفوع هو بيكون مرفوع، كان منصوب يكون منصوب، كان مجرور يكون أيضا مجرور. أما إذا كان منقطعا ففيه الخلاف، خلاف لغة مش خلاف مذهب نحوي، خلاف لغة. الحجازيون يوجبون فيه النصب، والتميميون يجوزون فيه النصب والإتباع. طيب الصورة الثالثة، إذا كان الكلام منفي ناقص. شنو معنى ناقص؟ المستثنى منه غير موجود. وشنو معنى منفي؟ أي مسبوق بأداة نفي أو ما يحل محلها من النهي، من النهي والاستفهام. قال وإذا هذه يبقى الصورة الثالثة، وهنايا ما بعد إلا يعرب حسب موقع في الجملة. كيف تعمل؟ مش مثلا هو النفي والإثبات، أرفع النفي وأرفع الإثبات وخلي الجملة كما هي. تقول مثلا ما جاء إلا زيد، حول ما وحول إلا وجيب المثال. إيش تعرفها جاء زيد؟ فعل وفعل. ما زيد إلا شاعر، حولهن الاثنين قول زيد شاعر، مبتدأ وخبر. يعني شو أنت تعمل؟ ترفع النفي وترفع الإثبات، ويعرب ما بعد إلا حسب موقع بعدين فيش في الجملة. هذه هي الخلاصة نتاعها. صار إذا كان الكلام ناقصا، ما معنى كلمة ناقص؟ المستثنى منه مش موجود. منفيا يعني مسبوق بأداة نفي، فما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. ونجيب لك أمثلة للمبتدأ والخبر والمجرور والمفعول. تقول ما ضربت إلا زيدا، ترى حول ما وإلا قول وهيك معناها هي صح. هذا معناها زيدا جن عرب هناي مفعول. سأقول ما نافيا ضربت فعل فاعل إلا أداة حصر، أداة حصر، وزيدا مفعول به. ما جاء إلا زيد، حولها للاثنين وش تقول؟ يبقى زيد شو تعربه؟ فاعل. اعربه في المثال ما نافية جاء فعل ماض إلا أداة حصر زيد فاعل. ما مررت إلا بزيد، حولها للاثنين وش يصبح؟ مررت بزيد وتعلق بالفعل. وهكذا بقية الأمثلة. يبقى إذن كيفية إعرابه يرفع النفي والإيجاب. النفي وين؟ ما وما يشبهها، والإيجاب في إلا، لأنك أنت نفيت وأثبت ولله. قل ما جاء، ما ضرب أو ما ضربت، نفيت ولا ما نفيتش؟ إلا زيد، أثبت ولا ما أثبتش؟ حول النفي والإثبات، السلب والإيجاب قبل الإيجاب. به قال وإذا كان الكلام السابق على إلا خيرا.
وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا. هذا معنى التام. فإن غير التام الناقص يعني بشكل غير التام هو الناقص ومعناها شيء واحد يعني. فإن شو معنى التام غير شو معنى غير تام؟ ناقص. ناقص. شو معنى الناقص؟ أن المستثنى منه غير مذكور في الجملة. فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. لو لم توجد إلا والنفي الاثنين. فيقال ما قام إلا زيد. حولين الاثنين. قام زيد. شن إعراب زيد؟ فعل. ومع وجوده شن يعرب؟ هو فعل. كما يقال ما قام زيد وما رأيت إلا زيدا بالنصب. كما يقال ما رأيت زيدا. في المثال كما يقال ما قام زيد يعني مش حسب المعنى، لأن ما قام زيد هنا نفي وزيد فاعل حصل منه مثبت من القيام مش منفي عنه. معي يا جماعة ولا لا؟ واضح يا شيخ عبد الرحمن؟ تو لما تقول ما قام إلا زيد أثبت له القيام ولا نفيت عنه؟ يبقى هو الصح كما يقال قام زيد مش ما قام زيد، لأن النفي حي يطرح وإلا يؤدي إلى فساد المعنى مش كده ولا لا؟ يعني الإعراب بس تبين الإعراب بس، لكن هو أنا نحذفن الاثنين وبينت الإعراب وبينت المعنى ولا لا يا شيخ؟ نعم. كما يقال ما رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد بالجر. كما يقال جردها شو بتقول؟ حول النفي وحول الإثبات. رأيت زيدا ابن زيد المفعول به. أيوة. وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد، ويسمى ذلك استثناء مفرغا. أيوة. أي الاستثناء المفرغ المنفي الناقص، اختصروه بش يسموه مفرغ من ذكر المستثنى منه ما لكش، لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها. عرفت شو معنى تفرغ؟ لأن ما قبل إلا، تعال هنا وين اللي قبل إلا؟ الفعل قام يطلب اللي بعدها فعل ولا لا؟ والله فيش في حاجة تمنع هذا. ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه، والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف. فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وكذا الباقي. ليش ما تقدرش ما تقول ما قام القوم والله ما قام كذا وكذا؟ لأنك أنت لابد يكون عندك معروف، لكن أنت بتنفي القيام عن أي أحد، ولذلك يكون نكرة عامة واقعة في سياق النفي لتشمل العموم كل مش محدد. ولذلك قال والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف. وين الاسم العام؟ أحد، واقع في سياق النفي ولا لا؟ وكلمة أحد هي دلالة على النفي يعني. إيه. وكذا الباقي ما واضح الصورة الثانية الأسلوب الثالث. يبقى للاستثناء بإلا ثلاثة صور: تام موجب حكمه النصب على الإثناء، تام منفي يجوز فيه فرق ما بين إذا كان هو متصل أن النصب على الاستثناء والإتباع، وإذا كان منقطع هناك خلاف ما بين الحجازيين وبني تميم. الصورة الثالثة إذا كان الاستثناء مفرغ. شو معنى المفرغ؟ منفي ناقص. شو معنى ناقص؟ غير تام. شو معنى غير تام؟ المستثنى منه. كيف يقدر ذلك المحذوف؟ كلمة عامة تخصصها يعني المخصص. إيه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. باي تو هنا قسمنا أدوات الاستثناء بنقول عليه الأدوات باش تشمل الاسم والحرف والفعل.
أدوات الاستثناء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إلا والحرف، ودي خدينا أحكامها لها ثلاث صور وأحكامها، انتهينا منهن ولا لا؟ هذه إلا حرف. وبعدين جي لي غير وسوى وهي أسماء. تو لما نجيب نقول جاء القوم غير زيد، الحقيقة أن المستثنى هو زيد، صح ولا لا؟ وغير هذه حلت محل إلا هي اللي هي أداة الاستثناء، ولكنها أخذت الإعراب، الإعراب الذي كان لاسم بعد إلا، خذات كلمة غير وخذات كلمة، والمستثنى اللي كان من حقه أن تجرى عليه علامات الإعراب صار مجرور بالإضافة. ونجيب له المثال في الاستثناء التام والناقص وكل الأمثلة. نقول مثلا جاء القوم غير زيد، شو أصلها؟ مش أصلها يعني لما بتحولها إلى إلا شو بتقول؟ جاء القوم إلا زيدا. زيدا هنا منصوب ولا مش منصوب؟ لما بتجيب غير هي اللي بتاخذ النصب وتصبح هي المنصوبة على الاستثناء، وزيد مجرور بالإضافة، كأن الاسم أصبح مركب منين؟ من غير اللي هي أداة الاستثناء والمضاف إليه. يبقى المستثنى شو أصبح حكمه؟ أنه مجرور بالإضافة في كل الصور، في كل الصور. والإعراب الذي سبق في الأحوال الثلاثة في إلا تأخذ من هي كلمة غير وكلمة سوى، ونأخذ عليه الأمثلة إن شاء الله في الشرح. وبعدين عندنا أفعال، أن المستثنى منا أفعال اللي هي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا وما حشاء. وفي ألفاظ تانية يجوز أن تكون حروف ويجوز أن تكون أفعال، وهي خلا وعدا إذا لم تقترن بما. هذه التقسيم اللي هي أدوات الاستثناء. ماذا قال في الشرح الأدوات؟ نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام. أيوة. ما يخفض دائما وما ما يخفض دائما وما ينصب دائما وما يخفض تارة وينصب أخرى. يبقى قسمه الناحية الثانية، كيف تقسيم؟ ما يخفض دائما وهي غير وسوى، اللي بعدها شو بيكون حكمه؟ مجرور بالإضافة. وما ينصب دائما وهي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. وما يخفض تارة غلا وعدا، إذا اعتبرناها حروف جر اللي بعد بيكون مجرور، وإذا اعتبرناها أفعال البعد يعتبر مفعول. واضح الصورة؟ يبقى ثلاثة أقسام بالنظر إلى ما بعدها، مش كده ولا لا؟ بالنظر إلى ما بعدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما يكون ما بعده وهو المستثنى في الحقيقة مجرور دائما وهي غير وسوى، مجرور بإيش؟ بالإضافة. اثنين، ما يكون منصوبا دائما وهي شدة ليس ولا يكون، لا يكون لابد بتكون بالتعبير هذين، لا يكون كأن يعني شيء مرسوم ماشي. والثاني ما خلا وما عدا. الثالث يجوز فيه أن ما بعده أن يكون مجرورا ويجوز أن يكون منصوبا باعتبارين، يكون اللي بعده مجرور إذا اعتبرناه الحروف جر، وإذا اعتبرا هما الاثنين يعني عدا وخلا أفعال يكون ما بعدهما منصوبا على المفعولية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى، تقول قام القوم غير زيد،
وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما وتعرب غير نفسها بما يستحقه. ترى نعرف هنا قام فعل ماضي والقوم فاعل وغير منصوبة على الاستثناء، هي أداة الاستثناء ومنصوبة على الاستثناء، وغير مضاف وزيد وين المستثنى في الحقيقة هو زيد. شو حكم مصبح ولا مش مجرور؟ بيش مجرور؟ وأين المضاف؟ وين المضاف إليه؟ زيد، صح. ما؟ وقام القوم سوى زيد، ترى عربها قام والقوم وسوى، ولكن علامة النصب مقدرة وهو مضاف وزيد مضاف إليه بخفض زيد فيهما في الصورتين مش فرق. وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع يعني بعد إن، غير وسوى تعرب اثنين حسب ما يستحق الاسم الواقع بعد إلا. فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا. ورأت الإعراب الذي كان لزيد والخداته غير وسوى. وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع. ليش؟ لأنه يقول هو زيد، هذا الاستثناء ما نوعه منفي والمستثنى منه مذكور، صح ولا لا؟ يجوز فيه وهما النصب على الاستثناء والاتباع. الاتباع مش ما تقولش ما الاتباع بالرفع، احتمال يكون الاتباع بالرفع واحتمال يكون بالنصب واحتمال بالجر. يعني ترى نعرف نقول ما نافي وقام فعل ماضي والقوم وغيره بالنصب منصوب على الاستثناء، وغير مضاف وزيد وغير بالرفع بدل من القوم، أيهما أرجح؟ الرفع على الاتباع، الاتباع والراجح بالنصب، كما تقول ما قام إلا زيدا وإلا وتقول ما قام القوم غير حمار. هذه حتين بنطبق عليها كيف يعرب؟ يقول والله نشوف الاستثناء ما نوعه منقطع ومنفي تام عند بني تميم، عند بني الحجازيين لا يجوز فيه إلا النصب. كيف نعربه؟ نافية قام والقوم وغيره على عند منه وغير مضاف به، انتهينا عند الحجازيين. تعال للتميميين، النصب كالوجه الأول كيف عند الحجازيين سوسوا، وبالرفع على الإتباع، على الإتباع، وعلى ذلك فقس لمبه، يقول لك ما جاء غيرك مفرغ، ما رأيت غيرك، ما مررت، نفس الشيء ولا لا؟ نفس الشيء. يعني في مش نقول لي لابد أن يكون المستثنى في جميع السور الثلاثة، سواء كان تاما أو ناقصا منفيا أو تاما منفيا أو كان الأسلوب مفرغ، الاسم ما بعد غير وسوى مجرور، والإعراب تأخذ وين؟ غير وسوى. وهكذا حكم سوى خلافا لسبويه، فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. الثاني ما ينصب فقط، وهو أربعة: ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. نأخذ عليهم مثال مثال. قام القوم قاموا ليس زيدا، بشكل مثال ولا لا؟ أسلوب استثناء، أين أداة استثناء؟ ما نوعها؟ فعل ناقص. ما نوع الأسلوب؟ تام موجب مثبت. يعني كيف عرفت تام؟ المستثنى منه مذكور، وين المستثنى منه؟ واو الجماعة،
وهو الجماعة هو المستثنى منا. يبقى نعرب وهذه نبيكم تنتبهوا في إعرابه شوية. قام وفعل وفعل، ليس فعل ماضي ناقص يفيد الاستثناء، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه. كان قال قام القوم ليس بعضهم زيدا، مش زيد بعض ولا مش بعض، واحد منهم، والواحد بعض، حتى البعض هذا من واحد اثنين ثلاثة منهم مش الكل. ولله البعض منين يبدأ؟ من واحد وبالرفض، صح؟ شفت يا شيخ؟ لما يقول قاموا ليس، يبقى وين اسم ليس؟ ضمير مستتر تقديره هو، مش لابد أن يكون له مرجع؟ وأين مرجعه؟ البعض. كان قال قاموا ليس بعض القائمين زيدا، هيك معناه ولا لا؟ هذا المعنى يعني. لكن الإعراب يقول ضمير مستتر تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من المستثنى. مرات قاموا، مرات جايين، ومرات على حسب السياق يعني. به وزيدا شن إعرابها؟ خبر ليس، وهو مستثنى. والجملة هنا مصطلح جملة ولا لا؟ جملة، لأن ليس واسمها وخبرها مش جملة ولا مش جملة. هذه اسمها جملة الاستثناء في محل نصب على الحال. تخلطت إعرابها ولا لا؟ مرة ثانية. قاموا فعل فعل، عندكم فيها خلاف؟ عرفنا نوع الاستثناء شيخ عبد الرحمن، نوع الاستثناء تام مثبت. شو الحكم؟ نصب على الاستثناء. أين أداة الاستثناء؟ ليس، هي أداة الاستثناء. ما نوعها؟ ليس فعل ماضي ناقص. أين اسمها؟ ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من المستثنى. وزيدا شنو إعرابها؟ ما صارت لنا جملة ولا ما صارت جملة؟ وين الجملة اللي صارت ليس واسمها خبرها؟ شو محل هذه الجملة؟ احنا اخترنا، راه فيها وجوه، لكن اخترنا الوجه هذا لأنها منصوبة على الحال، منصوبة على الحال. تقدير الكلام قاموا ليس بعض حالة كوني ليس بعض القائمين زيدا، ليس بعض القائمين زيدا، هذا تقديرها. وفيش المحتاني في اللي يقول لك ما علينا شان وجه واحد باهي. فأجي ولا يكون زيدا، كان قاموا لا يكون زيدا، يعني هو المثال غير كملها يعني، اضرب المثال كامل. قاموا لا يكون زيدا، نفس الإعراب الأول ولا لا؟ قاموا فعل وفعل لا نافية، يكون فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستتر كيف ما قلنا في المرة الأولانية، وزيدا خبر ليكون، والجملة وجملة الاستثناء في محل نصب على الحال، نفس الشيء. تو هنا اللي المستثنى شنو عربناه؟ خبر ولا لا؟ الأول خبر لليس، والثاني خبر للا يكون، وهو في المعنى هو المستثنى ولا لا؟ لكن في الإعراب شنو عربناه؟ وفي المعنى هو المستثنى. واضح الصورة؟ قال ما خلا أنا يا أصبح خلا فعل تام، تو الأول ليس ولا يكون ناقص، وهدايا فعل مش ناقص يعني. نقول ما مصدرية ظرفية؟ خلا فعل ماضي يفيد الاستثناء. هناك مش قلنا اسم ليس واسم لا يكون، هنا بنقول فاعل خلا لأنه مش ناقص لله. والإعراب هو نفس الإعراب يعني، كيف إيش؟ قلنا ما مصدرية ظرفية أو مصدرية، خليها مصدرية بس، مصدرية خلا فعل ماض يفيد الاستثناء، والفاعل ضمير. هناك في ليس ولا كنا شو قلنا؟ اسم، اسم ليس واسم لا يكون، وهنا شو بنقول عليه؟ ليه؟ لأن هذاك ناقص وهذا فعل تام.
ما خلا زيدا، زيدا مفعول به، مفعول به، هو مفعول به في الإعراب وفي المعنى مستثنى. يبقى هنا يجي المستثنى منصوب ولا مش منصوب؟ لكن هل هو منصوب على الاستثناء؟ المستثنى من حيث المعنى، ولكن من حيث الإعراب الأول خبر ليس، والثاني خبر لا يكون، والثالث مفعول به لخلاء، والرابع مفعول به لعداء، لعداء. وفي الحديث واضح الإعراب يا جماعة دينا ولا لا؟ وفي الحديث، وفي الحديث من هار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. باهي ترى وين فكلوا؟ فكلوا أمر، أين المستثنى منه؟ أي ما أنهر الدم كلوا منه، منه ولا لا؟ ومعروف يعني ليس، هذه أداة الاستثناء وإفعال ناقص، واسمها كيف ما قلنا المرة الأولى ضمير يعود على البعض. السنة خبر ليس، والظفر معطوف عليه. وقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أيوة، ألا كل شيء، ألا هذه اسمها استفتاحية، تنبيه، تنبيه. وكل شيء شن إعرابها؟ مبتدأ. ما مصدرية؟ خلا فعل ماضي، الفاعل مستتر، لفظ الجلالة مفعول به. أين المستثنى؟ لفظ الجلالة. وشن إعرابه في الجملة؟ مفعول به. يبقى هنايا المستثنى منصوب، ما ليش وجه إلا النصب في هذه الأمثلة كلها. أين هي أمثلة؟ واحد ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. الشيخ ما جابش ما حشاء لأن فيها خلاف، هل هي فعل ولا ما هيش فعل، ولذلك سيب وأحسن ما دار يعني. به. وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما واسمها مستتر فيهما. خبرهما من أي ناحية يا شيخ محمود؟ من ناحية الإعراب، لكن في المعنى مستتر. أيوة. واسمهما مستتر فيهما أي وجوبا، وانتصابه بعد ما خلا. ما يحش وجوبا ما يظهرش، لكن راه قدرنا تقدير في المعنى، لكن يظهر لا. وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما، والفاعل مستتر فيهما. الثالث ما الثالث اللي مرة يكون اللي بعده مجرور ومرة يكون منصوب. الأول يكون مجرور ديما، والثاني يكون منصوب ديما، والثالث مرة منصوب ومرة مجرور. إيش هو؟ ما يخفض تارة وينصب أخرى. وهو ثلاثة: خلا وعدا وحاشا. هي بمجرد أن خلا إذا تجردت من ما يجوز أن تكون فعل ويجوز أن تكون حرف جر. أيوة. وذلك لأنها تكون حروف جر وأفعالا ماضية، فإن قدر يبقى تنظر لها باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ إذا كان اعتبرتها حرف جر اللي بعدها شو بيكون؟ وإذا كان اعتبرتها أفعال شو بتكون؟ منصوب، والفعل ضمير مستتر نسب إعراب ما خلا وما عدا. نعم. فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثنى، وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية، وقدرت الفاعل مضمرا فيها. هذا بالنسبة لأسلوب الاستثناء، وهو يعني أسلوب روم يعني أوجز الشيخ في المتن وفي الشرح حسب المقام وحسب المستوى، وإن كان باب الاستثناء من الأبواب الواسعة التي تعرض إليها النحاة والبلاغيون والأصوليون والمناطق، وكل حسب موضوعه. ده كتاب اسمه الاستغناء في الاستثناء. نعم. هذا بالنسبة لباب الاستثناء.
وندخل الآن في باب المصنف رحمه الله تعالى باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك. باب يا جماعة هل هو حقيقة ولا مجاز؟ الباب هو ما يدخل منه لغيره، هذا في المحسوسات هذا حسب اللغة. هل هنايا مقصود به؟ أما إذا استعمل في المعنويات فهو مجاز. هل هذا مجاز ولا والله والله حقيقة؟ لا شيخ، نقول هو أصلا في اللغة الباب ما يعبر منه إلى غيره في المحسوسات، باب الدار وباب الحوش وباب المدينة وباب كذا، هذا تخش منه لغيره في اللغة هيك موضوع. لكن لما يأخذ مثلا في الفقه ويقول مثلا باب الطهارة، الطهارة ليست شيء محسوس ولكنه نقل واستعمل فأصبح حقيقة عرفية، حقيقة عرفية عند النحاة، حتى هنا حقيقة عرفية. لما يقول الباب هنا شو يعتبر؟ شو يعتبر حقيقة عرفية؟ شو معنى حقيقة عرفية؟ أن أهل علم وأهل حرفة وأهل فن من الفنون يأخذ الألفاظ ويضعوا لها مدلول جديد، المدلول الجديد هذاك يأخذ حكم الحقيقة ولكنها حقيقة عرفية ليس حقيقة لغوية. هناك فرق. الحقيقة اللغوية هي الموضوع، كلمة باب ليش موضوع أصلا؟ شيء تدخل منه لغيره في المحسوسات، هذا في اللغة، تنقل إلى معنى ثاني ويصبح لي. لما تقول الباب شو تقصد به؟ الذي يجمع عدة مسائل، باب يجمع عدة مسائل، تم باب ما يخفض يجمع عدة مسائل وعدة قواعد وعدة شواهد، مش هذا ولا لا؟ وهذا كله معنويات أصبح حقيقة عرفية. مثلا باب نقولوا مثلا باب الزكاة، باب الزكاة شو معناها؟ شروطها وما حكمها وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية كلها. هل يقصد به الباب هذا الباب كيف الباب بتاع الحديد ولا اللوح؟ لا لا أبدا، يبقى ولكنه كسب حقيقة عرفية، حقيقة. ولذلك إذا أطلق الفقيه أو النحوي أو صاحب العرف الباب على اللغة يعتبر مجاز، يعتبر مجاز. ما عرفت كيف التقدير ولا يا جماعة؟ يبقى هل يعتبر حقيقة ولا مجاز؟ يعتبر حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. ونصل إلى هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإلى جميع السامعين وإلى طلبة العلم داعيا لهم بالتوفيق لخدمة اللغة العربية وخدمة كتابه وخدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.